اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفر ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعوذهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصر على عدوك وعدوهم إله الحق. سبحانك لا إله إلا الله، لا إله إلا غيرك، اللهم انصر أساكرنا، والعن كفرة والمشركين، ومن حذاهم حذبهم من الأحزاب والمنافقين، الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك من الطلاب والعلماء والمجاهدين والمسلمين. اللهم خالف بين كلمتهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وزلزل أقدامهم، والق في قلوبهم الرعب، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل بهم بأسك التي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلك الأمريكا والإسرائيل والبريطانية، اللهم أهلك كما أهلكت عاد وثمود. اللهم شتت شملهم، مرز جمعهم، دمر ديارهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر. آمين بجاه النبي.